تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة التجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالشرق من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تختص في التجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة كوكايين، حيث تم توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و36 سنة وحجز كمية من المخدرات الصلبة كوكايين، وكذا سيارة سياحية استعملت في نقل المخدرات وأربع هواتف نقالة. للإشارة، المصلحة اتخذت كافة الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، وهذا بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.